قريب العاجل؟ هي العمليه بيتلقفها اعلام بعض الاعلام المعادي علشان يكبرها، ولكن المؤتمر غطى على كل شيء. اقول لحضرتك شيء واحد بس بسرعه، 160 دوله لها وفود في شرم الشيخ، لو كانت شرم الشيخ امنه لم تكن تسمح 160 دولة بوجود ولادها في شرم الشيخ، ولادها شبابها، ولا وجوده ولا ان هم ينزلوا مصر. انا كنت في دولة من الدول كان في شركة سيارات معينة عايزة تدخل مناقصات، فما كانوش بيسمحوا لها على اساس ان هي ما عندهاش قدرة فنية. فقدمت سيارات هدية، اول ما الجهة قبلت الهدية قالوا لهم طالما انت قبلت الهدية يبقى انا عندي قدرة فنية ان هي ان انتم، او قدرة اقتصادية، قدرة فنية انتم امنتم بالقدرة الفنية وقبلتوها هدية، طالما قبلتوها هدية يبقى من بدخل بسيارتي مناقصة اشتروها. يبقى انا النهارده 160 دولة عندهم الثقة في هذا الامن وعندهم الثقة في هذه الدولة وبعتوا اولادهم، ده معناه ان هم لما هيروحوا كمان هيقولوا لا مصر امنة، بالتاكيد ان شاء الله هيكون عندها سياحة، احلى دعاية للسياحة ان شاء الله وضرب هذه العملية الارهابية الغاشمة. دكتور وليد جبالة، انا سعيدة جدا بالكلام اللي حضرتك قلته والتوضيحات اللي حضرتك وضحتها، شرفتني النهارده.